بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. شيخنا الكريم، الحقيقة الإخوة والأخوات يريدون الحقيقة أن يستفيدوا من هذا اللقاء الطيب المبارك في برنامج فتاوى من سماحتكم، ومع سماحتكم جزاكم الله خيرا، وقد وضع الله لكم القبول الشيخ صالح في الأرض، والجميع يدعو لكم من نعم الله تبارك وتعالى علينا جميعا. هذا الأمن الذي نعيشه، هذا الترابط الذي يجمعنا حكاما ومحكومين، لا شك أن هذا الشيخ صالح يتطلب من الجميع أن يكثروا من شكر الله ومن كثرة الثناء على الله عز وجل على هذه الألفة والتعاون والالتفاف حول ولاة أمرنا والدعاء لهم والمحافظة على أمننا وأماننا. تستفتحون هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أكبر نعمه ما تعيشه هذه البلاد من أمن واستقرار ورخاء في العيش، نتيجة لتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قولا واعتقادا وعملا وتعليما. فهي بلاد مباركة قامت على هذه الدعوة، دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، التي هي امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفائه الراشدين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة. فهي دعوة مباركة مؤصلة راسخة الثبات، ولله الحمد. الحمد لله، نعيش تحتها بأمن واستقرار وتوفيق من الله، بما قيض لنا من ولاة أمر هم على عقيدتنا، عقيدتنا وإياهم واحدة، وهم الذين ناصروا هذه الدعوة في أول أمرها واستمروا على مناصرتها إلى وقتنا الحاضر، وسيستمرون إن شاء الله على ذلك. فهذا الأمن الذي نعيشه هذا نتيجة للتمسك بهذه الدعوة المباركة التي هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج الذي نسير عليه، وهو قيام الجماعة التي تأتم بإمامها وقائدها ولي الأمر، تسير على هذا المنهج السليم أفرادا وجماعات، مما وفر الله به لهذه البلاد الأمن. بينما البلاد الأخرى كما نرى ونسمع في فوضى واضطراب وسفك للدماء، نتيجة لأنهم ليس لهم إمام يجتمعون عليه، بل كل جماعة تعتبر نفسها هي الجماعة التي يجب اتباعها. أما هذه البلاد ولله الحمد فهي قائمة على خط واحد، وهو الدعوة المباركة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والقرون المفضلة، والتي جددها ودعا إليها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو وأحفاده ومن جاء بعده. الحمد لله، هذه البلاد بخير وإلى خير إن شاء الله، ونحن ولله الحمد قد عرفنا ما لنا وما علينا، وكل قام بما عليه من الواجب، فالحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله. شيخ صالح حفظكم الله، الشباب هم الفؤاد النقي والعقل الذكي،
وشبابنا في هذا الظرف وفي هذا الوقت الشيخ صالح مستهدف، مستهدف بعقولهم، مستهدفون في أوطانهم، ومستهدفون أيضا في عقيدتهم. هناك أفكار هدامة، وهناك تشويش من مذاهب منحرفة قد تؤثر عليهم. كيف نحذر الشباب من أولئك المغرضين الذين يريدون تشويه هؤلاء الشباب وتشويه الإسلام؟ شبابنا وشباب المسلمين هم العمدة بعد الله عز وجل في قوتنا وأمننا واستقرارنا، هم العمدة في ذلك. فمن هنا ومن هذه الناحية يجب العناية بهم في تقويم مناهجهم الدراسية على المنهج السليم، وهو الواقع والملموس ولله الحمد في مناهج دراستنا التي يدرسها شبابنا. هذا من ناحية. نعم. من ناحية أخرى، هذه الشبكات المغرضة وهذه البثوث التي تبث وفيها دعوة إلى الانحراف والإباحية والتمزق، هذا خطر يهددنا ويهدد شبابنا، فيجب أن نعمل له ما نستطيع من صده ومن نقض شبهاته وترهاته، لأنها أباطيل، وإذا جاءها الحق فإنها تضمحل، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فما دمنا نتمسك بهذا الكتاب العظيم وبهذه السنة المباركة وبهذا المنهج الذي عليه سلفنا وأئمتنا، فنحن إن شاء الله في خير وإلى خير. ولكن يجب أن نحرص على تقويم شبابنا وحمايتهم و الإشراف عليهم في أسفارهم، في رحلاتهم، في استراحاتهم، وأن لا نتركهم ونغفل عنهم، بل نربيهم على الخير ونربيهم على العقيدة الصحيحة في المدرسة، في البيوت، في المكاتب، في أي مجال. لا ننسى هذه السيرة الطيبة، لأننا إذا توكلنا وتركنا شبابنا ومنحناهم الثقة من غير أن نعمل أعمالا تحيطهم وتمنعهم أو تمنع ما يفيد إليهم، فإن شبابنا سينحرفون كما انحرف غيرهم من شباب الأمة. ولا يكفي أنهم يكونون في بيوتنا، لأن هذه الدعايات وهذه الدعوات هذه تصل إليهم في بيوتهم وهم على فرشهم، فيجب علينا أن نعتني بذلك وأن لا نترك شبابنا مع هذه الشبكات الهابطة وهذه، بل نتفقدهم ونحرص عليهم وندعوهم ونقنعهم بأنهم بأن ما يواجهونه إنما هو ضدهم وليس مما ينفعهم، بل هو ضدهم وضد ما هم عليه لسلب هذه النعمة. نعم. إذن الشيخ صالح، الشباب يعني في وقتنا الحاضر مطلوب منهم أن يلزموا ولاة أمرهم وبلدهم وعلمائهم الربانيين وجماعة المسلمين ولا يتفرقوا. نعم، الشباب يجب أن يحفظوا. نعم الشيخ، يحفظوا من هذه الوافدات وهذه الأفكار المنحرفة التي تبث عليهم وهم على فرشهم وفي سياراتهم. ما اليوم لا يصلح التهاون في هذا الأمر، يجب أن نعمل الاحتياطات النافعة بإذن الله. يبدأ هذا من الأبوين في البيوت، ويمتد إلى المدرسين في المدارس، ويمتد إلى خطباء المساجد وأئمة المساجد. كل يقوم بما عليه من حماية هذا الشباب وإرشادهم وبيان ما يحاك ضدهم، فإن
الأعداء ما يزالون يحوكون لشبابنا، لأنهم يعلمون أن عماد الأمة هم الشباب، فهم يعملون على إفساد عقول الشباب، فإذا انهار الشباب انهارت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن لا ننسى هذا الكيد، وهذا لا يوكل إلى جهة معينة، بل كل عليه مسؤولية، كل عليه أن يقوم بالواجب، إن كان له سلطة ينفذ سلطته، وإن كان ليس له سلطة فإنه يبلغ ولاة الأمور ويبلغ المعنيين في هذا الأمر، ولا نتواكل ونلقي بالمسؤولية على غيرنا. كل عليه مسؤولية نحو نفسه ونحو شباب الأمة ونحو البلاد ككل، كما قال سمو الأمير نايف رحمه الله وجعل الجنة مثواه، آمين آمين، حينما قال كل واحد من الرعية فهو رجل أمن، كل واحد رجل أمن، وليس هذا خاصا بالشرطة أو بالجنود المهيئين لذلك، بل كل واحد هو رجل أمن بما يستطيع، فيما يستطيع مما يحفظ هذا الأمن من التعاون على البر والتقوى، ومن الحرص على الأمة وعلى شبابها وعلى بلاد المسلمين. فلو أن الجهود تضافرت كل بما يستطيع لما وجد العدو منفذا له بيننا، ونحن والحمد لله ما دمنا على هذا، ولكن نخاف من المؤثرات في المستقبل القريب، ونخاف مما أصاب غيرنا مما تعيشه البلاد الأخرى الآن التي دمرت وشرد أهلها وبثت فيها أسباب الفساد والفتنة. أين ذهبت؟ راحت، كانت دولا قائمة وكانت شعوبا كثيرة، الآن مزقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نخاف أن يصيبنا ما أصابهم. نعم، إذا نوجه من هذا المنبر بأن الجميع أيضا مطالب بمحاربة الإرهاب والتطرف والفكر الدخيل على مجتمعنا ووطننا العزيز. فضيلة الشيخ، شبكات الإنترنت يعني تريد أيضا تشويه صورة الشباب، الآباء والأمهات ماذا يجب عليهم تجاه هذه الشبكات المغرضة؟ يجب عليهم ألا يسمحوا بدخولها في بيوتهم، أن يبعدوها عنه، وأن يقنعوا أولادهم بأنها لا خير فيها، وأنها حرب عليهم وعلى أمتهم ودولتهم، حرب على أمنهم واستقرارهم. فعليهم أن يفقهوا شبابهم، وعلى المدرسين في الفصول أن يفقهوا الطلاب مما يحيط بهم ويحاك ضدهم، وعلى الخطبة في المساجد في خطبة الجمعة أن يستعدوا لمحاربة هذه الأفكار بخطبهم وبتنبيههم، وعلى أئمة المساجد غير الخطبة التي ليس فيها جمعة، على أئمتها أن يقوموا بهذا الواجب عليهم نحو جماعتهم في المسجد وشبابهم، أن تتضافر الجهود في محاربة هذا الخطر الداهم. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. الحذر من الشائعات والأراجيف بين الفينة والأخرى، نسمع شائعات تبث وأراجيف، لعل للإسلام موقف من هذا شيخ؟ نعم، هذا من قديم، المنافقون والكفار والذين أشركوا هذا ديدانهم مع الإسلام من أول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فعلينا أن نكون على حذر دائم، وأن نحافظ على شبابنا، لأنهم هم ثروتنا وعمادنا بعد الله سبحانه وتعالى، أن نحافظ عليهم. وليس هذا مقتصرا على الأب مع أبنائه، بل على كل رجال الأمة من رجال أمن ومن عاديين ومن العلماء خصوصا أيضا، أن يبينوا للناس، وخطباء المساجد
عليهم أن يبينوا للناس هذا الخطر الداهم، ويبينوا لهم كيف يحاربونه ويحذرون منه. ما ليس اليوم يوم الغفلة والتغافل والتواكل، كل يقول الواجب على فلان أو على علان، كل عليه واجب بقدر ما يستطيع. نعم. أخيرا الشيخ صالح، يعني جنود البواسل الذين يرابطون على الثغور ويبذلون أنفسهم في حماية هذه البلاد وأمنه، ما الكلمة من سماحتكم لهم؟ ندعو الله لهم بالثبات آمين. والأجر العظيم الذي وعد به المرابطين على حدود البلاد الإسلامية، الذين يسهرون الليل في حراسة هذه البلاد. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فعليهم أن يستبشروا بهذه البشرى العظيمة، وأن سهرهم محسوب عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه يقيهم من النار كما وقوا المجتمع من هذه الأخطار، وأنهم يقومون بواجب عظيم. علينا أن ندعو الله لهم، وعلينا أيضا أن نستغفر لأمواتهم وعلى من قتلوا، أن نترحم عليهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، لأنهم يدافعون دون بلادنا، ونرجو لهم الشهادة من الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا شهداء عنده سبحانه وتعالى. نعم. وفق الله ولاة أمرنا وزادهم توفيقا وسدادا على ما يقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين في هذه البلاد المباركة. نبدأ بتذكير الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج 011-442-83-13. الإخوان جاهز الاتصالات معنا؟ طيب، معنا اتصال، تفضل. طيب شيخ، هذا سائل يقول: ما فضل تعلم العلم الشرعي، وهل له حدود؟ نعم، تعلم العلم الشرعي بنية صالحة أفضل الأعمال. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وليس تعلم القرآن خاصا بحفظه وتلاوته، وإنما تعلم العمل به أيضا، وتعليمه للناس وبيانه وبيان معانيه للناس، فهذا من تعلم القرآن، لأن القرآن هو الدليل على الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا أنه كلام الله رب العالمين لهدايتنا ولبيان مصالحنا والتحذير مما يضرنا. فالقرآن تجده كله أمر أو نهي أو خبر، أمر بطاعة الله ونهي عن معصية الله، أو خبر عن الأمم الماضية وما الكافرة وما حل بها، أو خبر عما يكون في آخر الزمان من الفتن وكيف نتقيها وكيف نحذر ونحذر منها. نعم. سؤال آخر وصلنا بالفاكس الشيخ صالح الفوزان: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ الطريق هو التعلم، تعلم التوحيد، لأن كثيرا من الناس لو تسأله ما هو التوحيد لا يجيبك، لأنه ما تعلم معناه والمقصود به، أنه هو إفراد الله بالعبادة. الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة، وليس إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا لا يكفي، هذا توحيد الربوبية، وهذا كانت الجاهلية يعتقدونه أيضا، يقرون به ويعترفون به، ولكنهم لما كانوا يعبدون مع الله غيره صاروا مشركين خالدين مخلدين في النار، إلا من تاب إلى الله منهم قبل الموت والتزم بعبادة الله وحده لا شريك له،
فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد الذي دعت إليه الرسل. كل رسول أول ما يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وليس التوحيد هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، نعم هذا توحيد، لكنه توحيد الربوبية. أقر به أبو جهل وأقر به المشركون من قبل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، يعترفون بهذا، لكنهم لا يلتزمون بمدلوله وما يستلزمه من إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادتي ما سواه. نعم. أحسن الله إليكم. نبدأ بالاتصالات، نأخذ يزيد من الرياض. تفضل يزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول. الأول: هل تحرم المرأة الحائض من الميقات أو يلزم الطهارة في الإحرام؟ طيب يجاوب الشيخ. السؤال الثاني. لحظة يجاوب الشيخ. المرأة إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة فإنها تحرم ولو كانت حائضا، الحيض لا يمنع الإحرام وهو نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام ولو كانت حائضا. أحرمت عائشة رضي الله عنها بالحج وأدخلته على العمرة وهي حائض بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحيض لا يمنع الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام، وإنما الحيض يمنع الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. السؤال الثاني يزيد. شخص قبل وفاته أوصى أن تعطى أرض كان يملكها لأحد أبنائه وتوفى الرجل، هل يعطى أحد الأبناء الأرض دون الآخرين؟ يا أخي لا وصية لوارث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أما لو أنه أعطاها إياه في حياته وقبضها الموهوب له كانت له لا بأس، لكن إذا أوصى بأن يعطى بعد موته فالوصية لا تصح ما دام أنه وارث. نعم. شكرا يا يزيد. الشيخ هذا يقول: كيف أتخلص من المال الحرام إذا كان قد اختلط بمالي الحلال الذي كسبته وفق الشريعة الإسلامية؟ عليك أن تقدر الحرام من مالك وتحتاط ثم تتصدق به على الفقراء، لا على أنه صدقة وإنما على أنه تخلص من الحرام لتبرأ ذمتك بذلك، ويكون هذا المال بمثابة المال الذي ليس له مالك فيدفع للفقراء والمساكين. نعم. يقول: اشرحوا لي الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، وما مناسبة الآية؟ قلوبكم. في قلوبكم. لما لازم معرفة سبب نزول الآية، وهي أن جماعة من الأعراب من أهل اليمامة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى حجراته وهو صلى الله عليه وسلم في راحته أو في قضاء حاجته في بيته، فقالوا: يا محمد اخرج علينا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، وعدهم بالرحمة والمغفرة. ثم قالوا: آمنا. يقولون: يا محمد إنا آمنا بك. قال الله سبحانه وتعالى: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الآن ما دخل لكن سيدخل، لأن لما لنفي ما مضى ولكنها لا تمنع ما يستقبل، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقد دخل الإيمان في قلوبهم وحسن إسلامهم
رضي الله عنهم، ولكن الشأن في أنهم ادعوا دعوة لم يصلوا إليها بسبب الجهل وجفاء الأعراب. فلو أنهم تأدبوا حينما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا بأدب وكلموه وصبروا حتى يخرج إليهم لا ينادونه في الحجرات عليه الصلاة والسلام، تأدبوا معه حتى خرج فكلموه، لكان خيرا لهم. ثم قال: والله غفور رحيم، وعدهم الله بالمغفرة والرحمة فهم مغفور لهم ولله الحمد، لكنهم أساءوا الأدب. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيا وميتا، حيا في مع شخصه صلى الله عليه وسلم، وميتا مع سنته صلى الله عليه وسلم وما جاء به. فإذا سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضع له وأحبه ووعاه وحفظه وعمل به. نعم، أحسن الله إليكم. معنا عيد، تفضل يا عيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. أنا عندي أسئلة، عندي تسأل يا شيخ، الله يعطيك العافية. السؤال الأول يا عيد. السؤال الأول، أنا حديت قبل سنتين فحملت الحد هذه، لقيت اللي معها تصريح بمبلغ ثاني، ورحت الحملات هذه قالوا ما تحرم من الميقات، وش رأيك يا شيخ؟ حجيت قبل سنتين يا عيد، ايوه، وبعدين؟ حتى كم جيت وعدني راعي الحملة في الميقات، كم جيت قال ما تقدر تحرم منها، راح احرم من مكة، واحرمت من مكة. طيب. السؤال الثاني، لحظة يا عيد، يقول بأنه أحرج مع إحدى الحملات يا شيخ، وعند الميقات لم يحرم من الميقات، قال له صاحب الحملة تحرم من مكة. هذا غلط، ما كان الواجب عليه إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة فإنه لا يتعداه حتى يكون محرما، ولا يؤخر الإحرام إلى مكة أو إلى مكان بعد الميقات. فما دام أنه حصل الأمر وأحرم بعدما تعدى الميقات يكون عليه فدية. وحجه أو عمرته صحيحة والحمد لله. الحمد لله. السؤال الثاني يا عيد، هل الصلاة في المشاعر المقدسة مباحة؟ الصلاة في المشاعر المقدسة هل هي مضاعفة؟ نعم، صلاة في مسجدي هذا عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، لأن هذه المساجد الثلاثة هي مساجد الأنبياء، ولذلك فضلها الله على غيرها من المساجد بأن الصلاة تضاعف فيها أكثر من غيرها. في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة، في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. نعم، أحسن الله إليكم. زميلنا أرسل هذا السؤال، يقول: امرأة طلقت والزوج يطالبها بالذهب وما دفع إليها. هذه خصومة، لا بد من الرجوع للمحكمة. إن صلح فيما بينهما فلا بأس، والصلح خير، وإن لم يصلح فإن المحكمة تفصل بينهما. نعم. هل يجوز للوالدة بعد أن توفي والدي، تقول منذ شهر، أن تذهب لمزرعتنا التي تبعد 80 كيلو عن المنطقة وبها منزل لنا، هل يجوز أن تبيت فيها لعدة ليالي؟ ما يجوز لها أن تسافر وهي في عدة الوفاة، عليها أن تلزم البيت الذي توفي رسول الله، أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. عائض من الباحة، تفضل يا عائض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. سؤالي يا شيخ حول اسم جبل الرحمة،
هل كان الاسم هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب لحظة يجاوب الشيخ. لا نعرف له أصلا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جبل معلم من معالم عرفة، وعرفة ليست مقتصرة على الجبل وما حوله، قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، يعني عند الجبل، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، فعرفة كلها موقف والحمد لله، وليست خاصة بما عند الجبل فقط. نعم. السؤال الثاني عايض. السؤال الثاني الله يحفظك برضه سؤال يتعلق بالسؤال الأول، الله يجزاك خير. أنا اعتمرت يعني مرات يعني أتعاب العمرة، صرت أضعف عنها شوية، وأرغب المرور على الحرم وأصلي فيه بدون عمرة، أجي من برا من الباحة وأروح أصلي في الحرم، يعني مرات كثيرة أفعلها. ماشي. طيب شكرا. ماشي. يقول فضيلة الشيخ أتردد على مكة، ويقول بعض المرات أجي من الباحة ولا يعني أؤدي العمرة بأن ولكنني أصلي في الحرم فقط. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إنما تحرم من الميقات إذا كنت تنوي حجا أو عمرة، أما إذا قدمت إلى مكة لحاجة ثم ترجع أو لتقيم فيها دون نسك فلا بأس بذلك. نعم. أحد جبل نحبه ويحبنا، ما مناسبة ذلك وهل المقولة صحيحة؟ نعم، ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه قال أحد لما رآه قال جبل أحد يحبنا ونحبه، هذا خاص بهذا الجبل. نعم. أحسن الله إليكم. ما العلم الذي يحتاجه الداعي إلى الله والآمر بالمعروف ليتعلمه؟ على الداعية إلى الله أن يكون على علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. الداعية إلى الله يحتاج إلى العلم قبل أن يدعو، يتعلم على المشايخ، يتعلم على المشايخ في المساجد أو في مجالسهم، يتعلم في دور العلم من المعاهد العلمية وكليات الشريعة وكليات أصول الدين، عليه أن يتعلم قبل أن يدعو إلى الله، لأن الدعوة إلى الله يشترط لها العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة أرسل بهذه العبارة، يقول ما رأي فضيلتكم الشيخ صالح في هذه العبارة التي تتردد على ألسنة بعض طلاب العلم، وهي من كان شيخه الكتاب ضل عن الصواب؟ هذا صحيح، يقولون من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، هذه مقولة صحيحة، ولا يجوز لطالب العلم أن يقتصر على المطالعة والقراءة في الكتب، بل عليه أن يتعلم هذه الكتب ويقرأها على العلماء ويتلقى شرحها وبيانها عن العلماء، ولا يأخذ العلم من الكتب أو يأخذ العلم عن المتعالمين الذين يقرؤون في الكتب ويحسبون أنهم صاروا علماء ويتكلمون في الحلال والحرام والمسائل من غير بصيرة. نعم، فيضلون ويضلون، هؤلاء قراء وليسوا علماء. نعم. مازن من الرياض، تفضل يا مازن. السلام عليكم. وعليكم السلام. طال عمرك يا شيخ، عندي سؤال واحد إذا ممكن. تفضل. أنا يدي مكسورة وعليها جبس، وجبت عليه شاش، وفي خاطر إني أعتزل، ما أدري هل هو عادي ولا فيه مشكلة؟ مكسورة يدك يا مازن؟ نعم، مكسورة وعليها جبس. إيه. والجبس عليه شاش. وعليه؟ عليه شاش. شاش، نعم. نعم، وودي إني أروح أعتمر. هل هو يعتبر من الخيط و؟ تريد أن تعتمر؟ نعم نعم. طيب. هل فيه شيء ولا عادي؟ طيب.
يده مكسورة فضيلة الشيخ مجبرة وعليها شاش، يقول أريد أن أعتمر، هل في الشاشة هذه شيء محظور من محظورات الإحرام؟ لا ليس عليه شيء إلا إذا كان مخيطة، إذا كانت مخيطة ففيها فدية، أما إذا كانت ملفوفة فلف من غير خياطة فلا شيء فيها. نعم. ما حكم من يزور بعض القبور ثم يقرأ الفاتحة وخصوصا كما يقول على قبور الأولياء والصالحين؟ هذا مبتدع وليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة عند القبور لا الفاتحة ولا غيرها، وإنما المشروع أن يدعو للأموات، يسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم ويعتبر أيضا بأحوالهم، هذا هو المشروع من زيارة القبور، ليس المشروع هو قراءة القرآن. نعم. هذه أم عبد الله المعيلي يا شيخ تقول بأنها من الله عليها في ختام عمرها بأنها تلتزم في العبادة والصلاة والصلاح وإطعام الفقراء وقراءة القرآن، تقول أختم بين فينة وأخرى، ولكن فضيلة الشيخ أنا أدعو لوالدي في سجودي، ولكن أسأل هل لو قرأت القرآن ووهبته لوالدي هل هذا جائز؟ هذا لم يرد به دليل أن قراءة القرآن تهدى للأموات، ولكن تقرأ القرآن طلبا لثوابه. نعم. وتدعو لوالديها، تدعو لوالديها وتستغفر لهم، تتصدق عنهم، تحج أو تعتمر عنهم، هذا الذي وردت به الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر وخصوصا الشيخ صالح في مجال التوحيد والإيمان، فهل المسلم يؤاخذ بهذه الأمور؟ لا، هذا الوساوس والخواطر لا يؤاخذ عليها، قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فإذا ترك الوساوس لم تضره، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. يقول بأنه يقرأ يا شيخ أبو عبد الله بتفسير الجلالين، ما رأي الشيخ حفظه الله؟ لا بأس بتفسير الجلالين لأنه مختصر وجيد، لكن فيه تأويل للصفات، فإذا كان على معرفة في العقيدة ويعرف الأخطاء التي فيه فلا بأس أن يستفيد منه، أما إذا كان عاميا فلا يقرأ في الجلالين لأنه قد يمر بهذه الأخطاء ويحسبها صحيحة. نعم. طبقات كتاب طبقات ابن سعد يا شيخ، هذا تراجم للعلماء، هذا تاريخ حياة العلماء، فهو من مثل كتب التراجم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ بالنسبة لكتب الحديث، ما الأفضل فيها يا شيخ لأقرأ فيها على الجماعة؟ تقرأ فيما يفيد الجماعة، في كتب الجوامع مثل الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، مثل رياض الصالحين للإمام النووي، مثل تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه أمور مفيدة، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، هذه كلها مفيدة تقرأ بها على الجماعة. نعم. ممتاز. مشعل تفضل. يا مشعل من الرياض، من الجبيل مشعل. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. الله ينفع بعلمكم ويزيدكم علما. آمين آمين. عندنا سؤال الله يبارك فيك. نحن نعمل في شركات، وعملنا في الشركات يتطلب وجودنا داخل ميدان المصنع، شركات صناعية، ولا نقدر نطلع من المصنع إلا بعد انتهاء عملنا 8 ساعات تقريبا. فسؤالي الله يبارك فيك، في أيام الجمعة صلاة الجمعة توافق أحيانا وجودنا داخل المصنع، فلا نستطيع أن نطلع عشان نصلي الجمعة خارج المصنع، لذلك نضطر لأن حنا نصلي داخل المصنع في إدارات مستقلة، عددنا في الغالب لا يتجاوز 10 أشخاص، هل يجب علينا، هل تجب علينا صلاة الجمعة ولا لا؟ إحنا الموضوع كان شائك عندنا. شكرا يا مشعل، شكرا، بارك الله فيك.
إذا كان العمل يقبل التوقف فتوقفون العمل إلى أن تصلوا ثم ترجعون إليه. إذا كان العمل لا يقبل التوقف ويتطلب وجودكم فيه فابقوا فيه وتصلون إذا انقضت فترة العمل داخل الوقت، لا تخرجون عن الوقت. نعم، أحسن الله إليكم، شكرا لمشعل. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، نرجو أن توضح لنا معنى هذا الحديث. إذا عرفت سبب الحديث عرفت معناه. سبب الحديث أن رجالا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تظهر عليهم الفاقة والفقر يريدون المساعدات، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم وعظهم وحثهم على الصدقة فتتابعوا في الصدقات. وأول من جاء رجل مؤمن جاء بصرة من الذهب قد ثقلت في يده أو كادت أن تثقل، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من عمل بالسنة واقتدى به الناس في ذلك فله أجرها وأجر من عمل بها. ليس معناه أنه يحدث في الإسلام شيئا ليس منه، لا، ما هذه بدعة ما تجوز، لكن معناه أنه يسبق إلى فعل الخير ويقتدي به الناس فيكون له أجره وأجر من اقتدى به. نعم، نذكر الأخوة والأخوات بما تبقى من البرنامج بتليفون البرنامج 011-442-3813. فضيلة الشيخ، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالصحابة بسورة آل عمران في صلاة المغرب؟ الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يقرأ من قصار السور في صلاة المغرب، ومرة واحدة قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب مرة واحدة، لم يداوم على ذلك. نعم، هذا يقول بأنه إمام لأحد المساجد ويريد الحقيقة أن يطرح هذا السؤال، يقول من سماحة الشيخ صالح: فضيلة الشيخ، أنا شاب وماسك مسجد منذ أكثر من 7 سنوات، ما الضابط لإمام المسجد في إطالة الركوع وإطالة السجود وغير ذلك؟ لأن بعض الجماعة ينتقدوني يقولون بأنك تطول أكثر من اللازم وراك كبار في السن وغير ذلك. نعم، أصابوا في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم. نعم، ما حكم البذخ والإسراف في العزاء يا شيخ والسرادقات، حيث يتكلف أهل الميت بإقامة ولائم للمعزين، وهناك جرت عادة مثل اليوم الثالث واليوم الثامن، وهناك الأربعين يسمونها للمعزين؟ كل هذه بدع ولا يجوز عملها ولا إقامتها، وإنما المشروع أن يصنع لأهل الميت طعاما بقدر حاجتهم، لأنهم مشغولون عن إعداد الطعام لأنفسهم بالمصيبة، هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تنصب سرادقات ويؤتى بكراسي ومقرئين وتقدم أطعمة كثيرة، فهذا كله من البدع ومن الإسراف والتبذير، يعني يعاقبون به ولا يؤجرون عليه لأنه بدعة. نعم، تفضل يا عبد الله من بيشة، تفضل معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. أشهد الله أني أحبك بنوت الشيخ الفضيل. حياك الله، أحبك الله. يا الغالي، كنت أسألك الغالي، أنا دائما إذا تأخرت عن الإمام في الصلاة هل أصلي معه إذا أقوم بالآتي بالركعة أثناء السلام ولا بعد السلام مباشرة؟ إذا تأخر فضيلة الشيخ عن الصلاة وسلم الإمام، هل ينتظر يا فضيلة الشيخ أم يقوم قبل أن يسلم؟
إذا كان يعلم أن هناك جماعة سيأتون فإنه ينتظرهم، أما إذا كان لا يدري هل يأتي أحد أو لا يأتي أحد فيدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة ليحصل على أجر المتابعة. نعم. يقول هذا السائل: السنن الواردة يا فضيلة الشيخ التي ثبتت في السنة. نعم. السنن الواردة للفرائض فضيلة الشيخ. السنن سنة الظهر والعصر. السنن ايش قصدك بالسنن؟ يقصد يا فضيلة النوافل. نعم. النوافل الظهر لها ركعتان قبلها وركعتان بعدها. نعم. أو 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها، أو 4 ركعات قبلها وركعتان بعدها، فكل هذه سنة. أما العصر فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن إذا حضر إلى المسجد قبل الإقامة فإنه لا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. أما المغرب فراتبتها بعدها، ولكن يستحب أن يصلي قبلها، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب 3 مرات، ثم قال في 4: لمن شاء. فراتبة المغرب بعدها، وما يصلى قبلها من النوافل فإنه نفل مطلق. نعم. يقول السائل: ليلة الجمعة يقرأ الإمام بألف لام ميم سجدة ينصفها نصفين. هذا خلاف السنة، هذا لم يعمل بالسنة كلها إنما عمل ببعضها. السنة أن تقرأ سورة السجدة في 4 الأولى، وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان في 4 الثانية كاملتين، هذا هو السنة. نعم. ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقل المصحف من مكان لآخر؟ مسه مباشرة من غير حائل لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني مباشرة. أما أن يمسه من وراء حائل كأن يكون في غلاف أو في صندوق أو بين الدفتين يحمله بدفتيه فلا بأس بذلك. نعم. ما حكم القراءة والإنسان على غير وضوء شيخ؟ نعم. قراءة القرآن على غير وضوء يجوز هذا، ولكن الأفضل أن يكون على طهارة. نعم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. استفدنا من هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه الفتاوى المبنية على الكتاب والسنة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء الشيخ صالح الفوزان، ورفع ذكركم في الدارين. أشكر فريق العمل الذي رتب هذا اللقاء مع فضيلته من فنيين ومخرجين وبقية الزملاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.